هذا البودكاست من إنتاج شبكة امتنان. يوم جميل مليء بالامتنان لكل شيء نلتمسه، لكل نور أضاء هذا اليوم. ممتن أنا للحروف التي ارتسمت على أسطري، ممتن لكل بسيط وصغير ترتب به هذا البودكاست. كي أكون معكم على هذه المنصة، أنا هدير مصطفى، تابعوني من بودكاست امتنان. لطالما أجبرتنا الحياة أن نغادر أوطاننا لدراسة، لعلاج، لظروف سياسية، وأحيانا نختار هذه الأقدار، وأحيانا تفرض علينا. ولكن الجميل أن تهاجر إلى بلد يحتويك، لا تحس فيه بقسوة الغربة ولا مرارة الأيام. شاءت الأقدار أن نبتعد عن ديارنا وأوطاننا، وكانت الوجهة إلى مصر الحبيبة، هذا البلد العظيم والشعب الطيب. في مصر لن تشعر بأنك في غربة أبدا، والناس هناك لن يشعروك بذلك. هذه هي ميزة مصر. في الحياة محطات ومراحل، وكانت مصر واحدة من تلك المحطات المميزة. أشعر بالامتنان لكل تلك السنين والأيام واللحظات الجميلة والقاسية التي مررت بها هناك. كم هي رائعة مشاعر الجميل والعرفان لأرض ضمتنا كجزء منها، كان لها خير وفضل على حياتنا، دراسة، تعليم، طب، حتى بهجة أطفالنا. والأجمل هو أن نحس بأن لنا وطن آخر، بقعة من الأرض نشعر فيها بالاستقرار، بالهدوء والنجاح والطمأنينة. ممتنة لروح الناس الحلوة، ممتنة لكل شوارعها وحاراتها وأرضها ونيلها، ممتنة لكل تلك الصداقات الرائعة التي حظيت بها في مصر، وللتجارب التي صقلتنا ومنحتنا خبرة في الحياة. شهادتي فيك مجروحة يا أم الدنيا، نحبك أرضا وجوا وبحرا، ممتنين لأن بابك مفتوح لنا كيمنيين. ساحرة أنت يا مصر، مليئة بالحياة والفرح والبهجة. تجربة العيش في مصر كانت فريدة ومميزة، أحببناها وسيظل حبها بين حنايا القلب. وستظل دعواتنا ترافقها بأن تبقى شامخة في وجه المحن، وأن تبقى سنداً للعرب مثلما عهدناها على مر الزمن. ولم يكذبوا حينما قالوا من يشرب من ماء النيل يعود لمصر. الحنين لها موجود دائماً وأبداً. هي مصر يا سادة، ممتنة أنا لمصر الحبيبة. ما أجملك يا مصر، ما أجملك يا أم الدنيا، وما أجمل الحياة تحت سمائك، شعب ودود وكريم لا يصنع الفوارق بين ساكنيه. مصر بالنسبة لليمن بيت آخر، لطالما رسمت قصصا كثيرة لأجدادنا وأهلنا ونحن من بعدهم. نقاؤها في ابتسامة بواب، تحية بائعة الخضار،
دردشات لا تنتهي مع سائق التاكسي، لطافة وحوار تجريها مع مدرس بشوش، فكاهة أرواحهم، والجملة الشهيرة التي تبهجنا دوما: كل سنة وانت طيب. كل سنة وكل يوم وانت بخير يا مصر كما عهدناك، دمت لنا أرضا وحبا. أنا ممتن. لبني وابنك وعجبني.